بكم إلى موجز أخبار الآن. سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على 2 من أحياء مدينة الرقة بعد معارك مع تنظيم داعش. وقال قائد عسكري إن قوات غضب الفرات بسطت سيطرتها على حي المهدي والرافقة شرق مدينة الرقة بعد معارك عنيفة سقط خلالها عدد من القتلى والجرحى من مسلحي تنظيم داعش. أعلن مصدر في قيادة عمليات صلاح الدين أن حصيلة الهجوم الذي شنه أفراد داعش على مفرق الزاوية شمال بغداد بلغت 12 قتيلا من التنظيم وثلاثة جنود عراقيين. وأكد المصدر أن الموقف حسم نهائيا لصالح القوات الأمنية بعد تدخل طيران الجيش المروحي، ما أجبر مقاتلي داعش على الفرار مخلفين وراءهم الجثث وثلاث آليات. قتلت غارة جوية أمريكية نفذتها طائرة دون طيار مسلحين من تنظيم القاعدة في محافظة إبين جنوب اليمن. وقال مسؤول عسكري من القوات الحكومية إن المدعو الخضر سعيد والمدعو ناصر جرادة المنتميين إلى تنظيم القاعدة الإرهابي سقطا قتيلين في الهجوم. استقبل ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر في العاصمة الإماراتية. واستعرض الشيخ محمد بن زايد والصدر العلاقات بين البلدين وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واطلع ولي عهد أبو ظبي على تطورات الساحة العراقية. ذكرت تقارير إعلامية مؤخراً أن وزارة الدفاع الأمريكية أعدت خطة لتوجيه ضربة استباقية ضد كوريا الشمالية باستخدام قاذفات قنابل من طراز B-1B، وتشارك هذه القاذفات من حين إلى آخر في تدريبات مشتركة مع مقاتلات تابعة لكوريا الجنوبية واليابان بهدف إعلان التضامن بين أمريكا وحلفائها والاستعداد للتعامل مع أي طارئ في ظل امتناع بيونغ يانغ عن الامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تطالبها بوقف برنامجيها النووي والصاروخي. فاز نادي ريال مدريد الإسباني على مضيفه برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة ذهاب كأس السوبر الإسبانية. وشهدت المباراة واقعة طرد نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو الذي أحرز هدفاً بعد حصوله على إنذارين. ومن المقرر أن تقام مباراة العودة على ملعب سانتياغو برنابيو يوم الأربعاء المقبل. نهاية الموجز، إلى اللقاء.